المنتخب اللبناني الشقيق، ويقود هذه المباراة طاقم حكام عراقي للساحة حازم حسين مساعد أول، أرسلان قادر مساعد ثاني، عباس عبد الحسين حكم رابع، عبد العالي خضير مراقب حكام، دكتور أحمد فرج من الكويت مراقب إداري للمباراة، عبد الله الشتوان من المملكة العربية السعودية. بدأت المباراة بكرة لمصلحة المنتخب اللبناني، منتخبنا جاهز لخوض هذه المباراة كما قال المدير الفني الكابتن محمود الجوهري، قال بأن منتخبنا جاهز وسيكون عند حسن ظن. هذا هو ريشارد تاردي مدرب المنتخب اللبناني، والذي تعرض لانتقادات عنيفة نتيجة لأداء المنتخب اللبناني أنمار الحمود. هذا هو الكابتن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ومحاولة للتسديد من بعيد ترتد سهلة إلى الحارس عامر شفيع. حمية بمرر كرة طويلة في الأمام باتجاه علي ناصر الدين داخل منطقة الجزاء، فرمل على الكرة وعامر شفيع يبطل هذه الهجمة الخطيرة. عامر شفيع، برافو لعامر شفيع. هيثم شبول، حسون الشيخ، حسونة ماشي مهارات عالية، حسونة وانتو، حسون الشيخ داخل منطقة الجزاء، زياد الصمد يخرج في اللحظة المناسبة. راتب ماشي، راتب بمرر لهيثم، راتب عكسية داخل منطقة الجزاء، وتبعد هذه الكرة في اللحظة الحاسمة. الكابتن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني والإداري واحتياطي منتخبنا الوطني لكرة القدم لإعادة كسر ناجح لمصيدة التسلل. ضربة حرة لمصلحة المنتخب اللبناني. ملعوبة داخل منطقة جزاء بالرأس، عامر شفيع يسيطر على الكرة، تعود في الخلف مبعدة بسرعة في الأمام، رأسية من يوسف محمد في منطقة الوسط، أبو زمع يتدخل، حسونة الشيخ مؤيد وانتو، حسونة، حسونة الشيخ ماشي سدد، يسدد وتبقى الخطورة وفرصة والهدف، الهدف الأول لمنتخبنا الوطني، الهدف الأول حسون الشيخ، حسون الشيخ يفتتح التسجيل لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 38 من الشوط الأول، هدف منتخبنا الوطني لا شيء لبنان، فرحة كبيرة لمنتخبنا الوطني وللجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني، فرصة أثمرت عن الهدف الافتتاحي حسون الشيخ، تسديدة قوية داخل الشباك، الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. الأردن هدف، لبنان لا شيء في الدقيقة 38 من الشوط الأول، ونشاهد انطلاقة حسون الشيخ والتسديدة التي ارتدت مرة أخرى وتابعها حسون الشيخ مرة أخرى داخل الشباك، الهدف الافتتاحي لمصلحة منتخبنا الوطني لكرة القدم. قناص وفنان حسون الشيخ يودع الكرة كما نشاهد بباطن القدم وعلى يمين الحارس زياد الصمد أمن الكرة داخل الشباك، الهدف الافتتاحي لمنتخبنا الوطني. لبنان العودة للخلف تنفذ على المرمى وزياد الصمد يسيطر على الكرة، ضربة ركنية، كرة لمصلحة المنتخب اللبناني الذي بدأ يعتمد على إرسال الكرات الطويلة داخل منطقة الجزاء. وهكذا أعزائي المشاهدين يعلن الحكم حازم حسين عن نهاية الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني. الحمد لله كنا ننهي الشوط واحنا فايزين 1-0. مباراة من ناحية مستوى الفني جيدة لمنتخبنا الوطني، حافظ لاعبيتنا على الهدوء الكامل ولعبوا بطريقة محكومة إن كانت دفاعية أو هجومية. نتمنى أن ننهي هذه المباراة بفوز مهم لمنتخبنا الأردني. منتخبنا الوطني يتقدم على لبنان بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب حسون الشيخ. كانت انطلاقة لمؤيد سليم ودفع من الخلف خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني لكرة القدم. ملعوبة
تتنفذ داخل منطقة الجزاء بالرأس. تبقى الخطورة قائمة رأسية والزياد الصمد ينقط على الكرة. اذا انس زبون المهاجم السريع يشارك الان. دخلنا في الدقيقة 19 من الشوط الثاني. منتخبنا يتقدم على لبنان بهدف واحد دون مقابل سجله حسون الشيخ. وهذه تسديدة بعيدة وفوق العارضة المرمى الاردني. عطوي يرسل كرة طويلة في الامام وعامر شفيع يسيطر على الكرة. وصيحات الجماهير بدأت تعلو مطالبة المنتخب اللبناني بتعديل النتيجة. و انس زبون اللاعب السريع. انس بيدخل بيعكس الكرة. انس والهدف الثاني. الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. بدران الشجران يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني بتمريرة عرضية رائعة من انس زبون. برافو منتخبنا الوطني. هدفين منتخبنا الوطني لا شيء. لبنان الاردن يتقدم على لبنان بهدفين مقابل لا شيء على ملعب بيروت البلدي. وفرحة لانصار وجمهور والجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم. هدفين منتخبنا الوطني لا شيء لبنان. كرة عرضية نموذجية ورائعة. كرة عرضية ونموذجية ورائعة وتسدد داخل الشباك. الهدف الثاني انطلاقة انس زبون الهائلة من الجهة اليمنى وعكس الكرة على نقطة الجزاء وتودع في الشباك. الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني. هدفين لمنتخبنا الوطني لا شيء للمنتخب اللبناني. والإعادة مرة خامسة لهذا الهدف الجميل. والكرة العرضية النموذجية من انس زبون لبدران الشجران اللي سجل الهدف الثاني لمنتخبنا. غير قادر على اختراق دفاع منتخبنا الوطني. كرة لمصلحة نصرات الجمل. نصرات الجمل يحاول يمرر 1-2 تسديدة وعامر شفيع يسيطر على هذه الكرة. دخلنا في الدقيقة 25 امامنا 20 دقيقة. حاول الحصول على ضربة جزاء. محاولة للعب كرة 1-2 داخل منطقة جزاء تصوب مباشرة انما تمر هذه الكرة الخطيرة وتحول الى ضربة مرمى لمصلحة منتخبنا. تسديدة كانت من اغوستين ابو ديان رقم 7 نصرات الجمل. يحاول بيعكس الكرة داخل منطقة جزاء وتمر هذه الكرة فوق العارضة. كرة خطيرة كانت في منطقة خط الوسط بهدي اللعب. عبد الله ابو زمع بيلعبها طويلة باتجاه انس زبون. انس بيسيطر على الكرة وبيهيئها. بدران عرضية داخل منطقة جزاء. تسديدة على الطاير بعيدة فوق المرمى. تسديدة من فيصل ابراهيم. فيصل ابراهيم ينطلق وانس زبون. انس زبون يدخل منطقة جزاء. انس زبون بيعكس الكرة. ما في متابعة. زياد الصمد كلهم يعني بشيدوا بروح الفريق الاردني على هذا اللعب الجماعي وهذه الاخلاق اللي كل شايفها على التلفاز. منتخبنا الوطني اداء رائع. ليلة اردنية رائعة هنا في بيروت يسطرها نجوم منتخبنا الوطني لكرة قدم. تمريرة داخل منطقة جزاء. فرصة لانس بون وكرة تضيع. هذه الكرة الخطيرة جدا. انطلاقات انس زبون اربكت الدفاع اللبناني. ومنتخبنا والحمد لله يتأهل لنهائيات اسيا 2004 في الصين لاول مرة في تاريخ الكرة الاردنية. بينية هذه الكرة مقطوعة في اللحظة الاخيرة من يوسف محمد. كرة تعود في الخلف. وهكذا اعزائي المشاهدين يعلن الحكم عن نهاية هذه المباراة بفوز منتخبنا الوطني.